تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضل. هاي زعمور حبيبي. خيانة الحرية. خيانة. خلاص سلمي. بس سلمي. تعويض من هنا. سلمي. بس. ده مين دول؟ ده ابني زعبور. أنا واحد فيهم ده؟ ولدي الوحيد هو ده كله. وحشني. أبويا أبويا أبويا. ما تخافش ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على أبويا؟ يبقى أبويا بيحبك، وأنا اللي يحب أبويا يبقى أنا كمان أحبه. أبوسة. لا مش عايز. أنا الحكاية يا قمر الدين، زعبور خدك مني ولا إيه؟ أنت عارفة بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. أنا اللي وحشتك ولا زعبور؟ أنت عايزة الحق؟ أنت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده؟ من صغار يا مدام. ده اللمبي. لمبي ده ولد غلبان. لا لما تيجي يا لمبي. نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب؟ طبعا. ده حبيبي. ده حبيبي. لعبوا لحد ما تباحث في شؤون خاصه مع المدام. مع المدام؟ لا ما هو ده. لحظه بقى يا عم حبيبي، بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخله دي يا ملواي. مضطر يا لمبي. مضطر ليه؟ هو ايه اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخلة دي فيها غبة جامدة عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مكدس. هيبقى مكدس في تكديسة في الدخلة. الدخلة دي مش حلوة. البلد عايزاك وبعدين دخلتك دي. شوف انت بص نخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها فدا الوطن، فدا مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي هتقدم تنازلات. ايوه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقانات. انت داخل على مزلقانات ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك. برضك تجري ورا الشهوه. حبيبي ايه في ايدك ده يا حبيبي؟ ده حصان تحمر. ايوه انا عارفه ده حصان. ايوه انا حبيبي اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه. طبعا حلوه شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي يلا وريني كمان. هتورينا كده يا حبيب بابا؟ ده اسمه ايه؟ حصان. بص حتين لفوق 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 لفوق. اما يا جمال فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان انت كنت ولا ايه؟ انا بدعت الحصان. بدعت الحصان بتاعي. ابويا 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 الحصان. ابويا الحصان. بس فين الحصان؟ يا ده شويه. فين الحصان؟ يا ده ابويا. ابويا ابوك جوه عنده موقعه الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يطفي بطني من بتاعي. في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا. ام غلاستك ده انت غلس قوي ده يا ابويا. بس نعم. ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعي. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ لا ابويا. مالك يا زعبور؟ كان الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو. هو بس مش سوعب حاجه تانيه خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك سعادتك قلت لي. كان الحصان في بطنه ابويا. مش دول هو كان الحصان. والله هو ده المصحف. انا هجيب منه حصانه تانيه. انا مش معود ابني على الكذب. طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كدب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا مش كبد. كده بقول لك حضرتك ملواي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي، اصل الليمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده. اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كداب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان، لان هو اكثر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان؟ اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي طلع الحصان الحي من بطنك. ايوه حاضر. انا كنت بهزر ده كله يا زعربور. انا كنت بهزر والله.
الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني حصاني انت عويد عويد عويد. يلا ينعل ابو غلاسة اللي جايبينك. يلا يا مدعى لمبي. ايوه ساعة الباشا. انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدولة مع اصلاجة حبتين. شؤون الدولة؟ وهي دي شؤون دولة؟ ده شؤون القارة يا مولاي. انت دخلت دقيقة وخرجت شبه بتوع الكنافة والقطايف عندنا. لمبي دخلة تانية انا معرفش هتخرج حداد ولا نجار ولا ايه مش عارف. اسمعني كويس. اتفضل. انت لا شفت ولا سمعت ولا عرفت. عادي المدواي سرك في بير. وايه كمان؟ ومخلف منها علي نص نقل. الواد ده بقى لو قعد على كرسي العرش ده ها خلاص ولا هيقوم ولا اي حاجه. لزق بكل على كرسي العرش. لا تنفع معاه ثورات ولا مظاهرات ولا اي حاجه لان هو من الوزن الثقيل فصعب انه يشال. البلد هيسيبوا له البلد ويهجوا تاني يوم لو مسك الحكم. ومراته؟ اشمعنى؟ شكلها ايه؟ متناثرة الإحجام. فدي عايزة بوصلة عشان تحددي الخلقة فين بتاعت وشاشة تعرفي تتكلمي معاها. وحشة يعني؟ وحشة منين؟ وحشة منين يا ست هادم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشة نفسها. دي تقدري تقولي رضعة من وحيد الكرم. ها؟ فجأة في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجة وإيه؟ وفاكرة نفسها زغلولة. وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قال على الأمير أمر الدين وماشي عمال تدلعه يمين وشمال وهو طبعا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع النسك. مولاتي السلطانة شجرة الرز لقد قتل الأمير أمر الدين خشاف يا مولاتي. الأمير أمر الدين خشاف إيه؟ الأمير أمر الدين خشاف يا مولاتي. كل سنة وأنت طيب. مين اللي قتل خشاف؟ مين اللي قتله؟ وكمان عامل لي مفاجأة إنك قتلت قمر الدين. مين أنا؟ يعني تير. أنت حبيبي وشريكي في العرش. أيوة مولاي الليمبي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ أنا ما قتلتش قمر الدين ده. أنت حبيبي. أيوة وشريكي في العرش. أيوة مولاي الليمبي. شجرة الرز لا تخلف العهود. أنا ما قتلتوش. أنا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى طمراية واحدة. كنت صايم تقريبا. أيوة تعجبني. خليك بقى على المقولة دي. خلاص قشطة قشطة. أيوة. يا لك من داهي.